بسم الله الرحمن الرحيم. كل ركز معايا كده يا حبيبي. النهارده هنشرح قاعدة when while as. بس قبل ما ندخل في القاعدة لازم من حضراتكم تراجعوا تاني على past simple. past simple الماضي البسيط شرحينه وليت قبل ما تتفرج على الحلقة ديت، لازم تاني تراجع او تتفرج على الحلقه بتاعت الباست سيمبل شرح الماضي البسيط موجود على اليوتيوب. فانت هفكرك بيه على السريع، الباست سيمبل الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل باضافه دي او اي دي او اي اي دي او الفعل شاز. هو ده الباست سيمبل، دي او اي دي او اي اي دي او الشاز. الماست سيمبل بعرفه بيسترداي أو ago أو last أو in the past أو أي سنة في الماضي أو one day أو once. دي الكلمات تدل على الماضي، yesterday ago last in the past أي سنة ماضية one day once. فبحط الفعل دي أو ed أو ied أو يكون irregular verb أفعال شاذة. ده الماضي البسيط السريع. انا بشرحهولك وعدهولك علشان انا محتاجه النهارده. طيب القاعده الثانيه اللي انا محتاجها، يبقى انا خلاص كده عرفت الباست سيمبل. القاعده الثانيه اللي هشرحها شويه بالتفصيل الباست كونتينيوس، الماضي المستمر. الماضي المستمر يعبر عن حدث كان مستمرا في الماضي، حاجه كانت مستمره في الماضي يا اولاد، مش زي الماضي البسيط. الماضي البسيط هو حدث تم وانتهى في الماضي، هو انتهى خلاص. اما الباست كونتينيوس هو حدث مستمر في الماضي او كان مستمرا في الماضي. بعرفه ازاي او بفرق الماضي البسيط عن الباست سيمبل ازاي؟ الباست سيمبل انا قلت لك yesterday ago last in the past اي سنه في الماضي one day once in ancient times. لكن الباست كونتينيوس دايما هتلاقي كلمه اول، اول يعني طوال، اول دي طوال النهار، اول نايت طول الليل، اول مورنينج طول الصباح. يبقى كلمه اول من الكلمات الداله على الباست كونتينيوس الماضي المستمر. عندي كمان كلمه يسترداي. واحد يقول لي طب ما انا مستر مش هقدر افرق بين الباست سيمبل والماضي البسيط. لا، يسترداي هنا هيبقى قبلها تايم وقت، يعني يقول لك at 7 yesterday الساعه 7 امبارح. انا كنت بتفرج على التلفزيون الساعه 7 امبارح، هنا كان مستمرا في المشاهده. انا كنت بلعب كوره طول اليوم، يبقى كان مستمرا في الماضي. انا كنت بذاكر الساعه 10 امبارح، يبقى yesterday جالك قبلها وقت. هنا لما تلاقي yesterday وقت يبقى باست كونتينوس. طيب ما انا لازم اعرف هو باست كونتينوس بيتكون من ايه؟ بيتكون من was و where بلس الفيرب اللي هو الفعل والفعل مضاف له ing was where بلس الفيرب بلس ing. اما الماضي البسيط دي او اي دي او اي اي دي او شاز. هنا was مع I he she it، I was he was she was it was او was I. اما where we were you were they were. المفرد علي was، هدى was، the cat was، we were you were they were، والفعل مضاف له ing. ولما تعوز تنفي was were بحط لها not، النيجاتيف بنوت. مثال I was playing tennis، انا كنت بلعب التنس at 3 yesterday. تعال نحلل الجمله ديت. شوف الجمله اللي بعدها I played tennis yesterday. لو جينا بصينا على الجمله الاولى، هنا I خدت was الا وبعدها ing I was playing. هنا بقى في مين؟ يسترداي. بس في قبلها at 3 yesterday، هنا في تايم، فعشان كده جبت was playing.
لكن هنا في مين؟ يسترداي. ماضي بسيط فجبت اي دي. يبقى كنا نقول ايه؟ عشان في وقت مع يسترداي جبت ووز بلاينج. هنا عشان يسترداي بس جبت ماضي بسيط باست سيمبل. طيب عاوز انا في الجمله الاولى I wasn't playing. I wasn't playing. تعال شوف الثانيه بقى هينفع اقول I wasn't غلط. احنا كنا بنقول في الباست سيمبل اللي didn't لو انت فاكر. ويجي بعدها المصدر يبقى I didn't play وتاكل الاي دي. وبعدين ثانيا يبقى was will بان فيها not اما play didn't ماضي بسيط بان فيه بايه؟ ب didn't. كمان مثال we were studying English all day. كنا قاعدين بنذاكر انجليزي طول اليوم. هنا كلمة all past continuous. هنا we خدت where. where حطت لها ing. طبعا عاوز اعمل في where يبقى ب weren't. طيب ده بالنسبة للمثبت والمنفي. طيب لو انا جبت questions فركز معايا. لو جالك جملة زي ديت yes I was watching TV at 3 yesterday. أيوة أنا كنت بتفرج على التلفزيون امبارح الساعة 3. عايز أعمل سؤال بهل. أول حاجة بنشطب على yes. أنت عندك I was بتتحول ل where you زي are you بتتحول ل I am و I am بتتحول ل are you. هنا I was بتتحول ل where you و where you بتتحول ل I was. يبقى لما تلاقي was دي هتحولها دي الوحيدة اللي تتحول بتتحول where you. وكمل الجملة where you watching TV at 3 o'clock. طب تعمل جاوب الجملة short answer yes where you قلنا تتفق بتحول لإيه؟ ل I was. طب لو no I wasn't أو no I wasn't. طيب لو كمان مثال لو قلت لك كده I أو بلاش I عشان نغير he was playing اللي أنا كنت كاتبها tennis all day. هو كان بيلعب التنس طول اليوم بقى. عايز أسأل سؤال بقى ده استفهام. هنا بيلعب التنس. التنس هو اللي أسأل عليه. الفعل الشيء يبقى what. هنا he was بنعمل عملية مقص يبقى what was he. ممكن أشيل playing التنس دي خالص وأحط مكانها doing. ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ all day. what was he playing all day؟ ما فيش مشكلة. ماذا هو كان يلعب طوال الليل؟ أعتقد إن أنت كده رجعت على الباست continuous. طيب عندي بعد كده حاجة اسمها when while وas وفي just as كمان. هعزمها لك عشان بعد كده لما تقابلها يبقى أنت عارفها. هي مش عليك حاليا بس ناخدها بعد كده ان شاء الله عشان بعد كده عشان نتفرج على الفيديو يبقى القاعده معاه بالكامل. قال لك وين يعني عندما يجي بعدها باست سيمبل. هما جملتين حدثين. دي حاله اول حاجه هما حدثين. الحدث الاول ماضي بسيط. الحدث الثاني باست كونتينيوس الماضي المستمر. لو تفتكر كلامي اهو عشان كده قلت لك راجع على الباست سيمبل. قلنا بياخد ايه؟ بياخد دي او اي دي او اي اي دي او شاز. الباست كونتينيوس اللي هو واز او وير والاي ان جي. دي لازم تحطها في دماغك. اول قاعده ديت هما حدثين. الحدث الاول ماضي بسيط والحدث الثاني ماضي مستمر. وين ات when it started. شوف started جالك بعدها ماضي بسيط. لازم نيجي بعدها ده بس سيمبل. when it started to rain لما الدنيا بدأت تشتي I was playing. انا كنت بلعب.
الجمله الاولى بعد وين ها وين ده في الاول كابيتال جالك بعدها ماضي بسيط الجمله الثانيه ووز الاي ان جي انت بتحل في التصحيح هتلاقي الاي دي يبقى الثاني ماضي مستمر هتلاقي الماضي المستمر يبقى الثاني ماضي بسيط وهكذا وانت بتختار في الامتحان او بتعمل كوركت يبقى لما تلاقي وين لازم يجي بعدها باست سيمبل يجي وين في النص عادي خالص لازم يجي ورا برضو ماضي بسيط اجيب ليست ده خالص دلوقتي يبقى وين ات هي بعدها ستارتد تو ري مين اللي يجي قبلها ده اللي يجي قبلها اي ووز بلاينج انا كنت بلعب ايه اللي حصل جبت قبل وين ووز والاي ان جي جبت بعد وين اي دي هو وين بتحب دي او اي دي او اي دي او الشات واللي قبلها ووز وير والاي ان جي انذر اكزامبل وركز معايا مثال كمان وين عندما ذا بيل رانج ايه ده موجاز بعد وين جبت ماضي بسيط رينج رانج الماضي بتاعه هي لما جرت رانج هي واز ستادينج انجلش وكان مذاكر انجليزي الجمله الاولى باست سيمبل الجمله الثانيه باست كونتينوس ووز وير ان جي حط وين في النص عادي خالص وين ذا بيل رانج بعدها اجيب قبلها هي واز ستادينج هو كان بايه بيذاكر هو كان ايه اولاد بيذاكر دي قاعده ايه وين يبقى انت لازم تبقى حافظ وفاهم ان بيجي بعدها باست سيمبل والجمله الثانيه باست كونتينوس ماضي مستمر طيب افرض ما جاش وين الثلاثه اللي جايين دولت بيساووا بعض يعني ايه بيساووا بعض هي نفس القاعده عكس وين اللي هي وايل واز وجاست از بيجي بعدهم يا مستر الباست كونتينوس والجمله الثانيه الباست سيمبل الباست كونتينوس والباست سيمبل الماضي البسيط والماضي المستمر الماضي المستمر الاول وبعدين ماضي بسيط الماضي المستمر لازم تاني دولت بص بقى معايا انا عندي الحاله دي اسمها حاله انقطاع الحدث ما هم حالتين يا حبيبي حاله اسمها حاله انقطاع الحدث وحاله عدم انقطاع الحدث يعني ايه حاله انقطاع الحدث بينما انا بلعب الدنيا مضطرت من هوقف اللعب بينما انا بتغدى التليفون رن من هرد على التليفون بينما انا بذاكر التليفون جرس الباب رن هروح اقطع الباب دي اسمها انقطاع لكن ايه حاله عدم الانقطاع بينما انا بذاكر امي بتطبخ الغداء انا بذاكر في اوضتي امي بتطبخ في المطبخ دي اسمها عدم انقطاع بينما انا بلعب بابايا بيقرا الايه الكتاب يبقى ده بتدل على الايه عدم الانقطاع طب خلينا الاول في حاله الانقطاع لما حدث يقطع حدث بينما انا بذاكر النور قطع اهو وايل اي ووز او از اهو او جاست از الثلاثه زي بعض وايل اي ووز ستادينج بينما انا كنت بذاكر ذا لايت النور وينت اوت انطفى هنا وايل واز جاست از جالك بعدها ووز اي ان جي عكس وين وإن كان دي وإي دي وإي إي دي لا دي بيجي بعدها ووز والإي إن جي الجملة الثانية وين شاز كمان مثال وين هي ووز أو زي وير هافينج لانش بينما كانوا بياكلوا غدا إيه اللي حصل ذا بيل رانج الجرس رن شاز جبت وايل إيه جبت بعدها وير والإي إن جي ووز وير وين دي بعد واي الجمله الثانيه ذا بيل رانج وايل زي وير هافينج لانش بينما هم بياكلوا الغدا وي ارايفد احنا وصلنا ماضي بسيط طب لو حط وايل في النص عادي خالص وايل في النص يا جماعه
وايل او از او جاست هو نفس الكلام. هجيب بعدها الاي ان جي، لازم اجيب هو زوار الاي ان جي. اه وايل وي ارايفد، قصدي وايل زي وير هافينج لانش، بينما هم في الغد ايه اللي حصل؟ وي ارايفد. تعالى طبق القاعده، وايل ايه؟ جالي بعدها مين؟ اللي جه بعدها وير والاي ان جي، واللي قبلها اي دي. يبقى لازم بعد وايل واز وجاست از تجيب باست كونتينوس ماضي مستمر ووز وير والاي ان جي، والجمله الثانيه دي او اي دي او اي اي دي او الشاذ. دي في حاله ايه؟ حاله انقطاع الحدث. طيب حاله عدم الانقطاع، حاله عدم انقطاع الحدث، مفيش انقطاع، مفيش انقطاع، كل واحد بيعمل حاجه. وايل هنا بقى وايل واز وجاست از، قال لك بيجي بعدهم ووز وير والاي ان جي، والجمله الثانيه ووز وير والاي ان جي. وايل اي ووز ستادينج، بينما انا بذاكر، ماي ماذر امي ووز كوكينج، امك بتطبخ. ايه اللي حصل؟ هل ما جبتش ايدي خالص، ما جبتش بس سم خالص. وايل ايه؟ جالك ووز ستادينج. هنا ماي ماذر ايه؟ ووز كوكينج. ايه اللي حصل؟ ان كل واحد في مكان، هنا مفيش انقطاع، يعني مش الجهاز هنا وقطعني او الدنيا مطرت وانا وقفت اللعب، لا، هنا في حاجه اسمها حاله عدم الانقطاع. اخر حاجه قال لك وايل، وايل لما نشطب الفاعل لازم يجي الامتحان يقول لك وايل وجمله كده ويقول لك اختار ووز ستادين ولا ستاديد ولا ستادينج بس اي ان جي بس. ايه اللي حصل؟ ماي ماذر ووز كوكينج. خد بالك الحته دي مهمه جدا. اخر حاجه هنا وايل بدون فاعل، مفيش اي او هي او شي او ات، مفيش وي او يو او زي. اوعى تجيب ووز ستادينج، اوعى تجيب وير ستادينج. ليه؟ غلط، ما ينفعش تجيب ستادينج اصلا. ايه اللي حصل؟ قال لك بدون فاعل بتحط الفعل في الاي ان جي، يبقى وايل ستادينج على طول، وايل بلاينج، وايل جوينج، وايل هافينج. ليه؟ لان مفيش فاعل. يا رب تكون ايه فهمنا ونكون مبسوطين من شرح القاعده النهارده.